هل خسرت الإمارات معركتها في اليمن؟ لماذا يرفض الرئيس هادي إعفاء الإمارات حتى الآن رغم طلب الحكومة والبرلمان؟ ماذا وراء حملة الإماراتين المنظمة لاستهداف الرئيس هادي واستهداف قيمة الشرعية؟ أهلا بكم. تبدو انتكاسة ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في شبوة فاتحة لانكسارات عسكرية وسياسية. فالشرعية وفي بيانات متعاقبة تؤكد موقفها الرافض للتدخل الإماراتي المقوض لوجودها والمهدد لسلامة ووحدة البلد. لهذا اتكأ التدخل الإماراتي إلى التحالف والسعودية تحديدا في محاولة للبحث عن مشروعية وغطاء قد يحمله تبعات كوارثه في البلد. فتصريحات قرقاش أن تواجدهم في اليمن جاء بطلب من السعودية وأن الرياض هي من يستطيع إنهاء دورهم يضع السعودية في الزاوية ذاتها من الخطر والإساءة لليمنيين. فشل الخطاب الرسمي الإماراتي في الاقتصاص من الخسارة الميدانية التي نالتها أبو ظبي في شبوة، ومن الخطاب الواضح والقوي من الشرعية فذهب ناشطوها إلى الإساءة لشخصية الرئيس هادي وممثلي اليمن في هرم سلطتهم. فهل حان الوقت لوقف العبث الإماراتي في اليمن؟ اليمن يتهم الإمارات رسمياً بدعم قوات الحزام الأمني المتمردة الساعية لتفتيت البلاد. منعطف جديد يكشف عن توتر العلاقة بين اليمن ودولة الإمارات وسط مطالبات شعبية وشبه رسمية بإنهاء دور الإمارات في اليمن في بناء دولته المدنية الديمقراطية. بيانات وخطابات الشرعية أخذت مساراً تصاعدياً بدءاً بكلمة مندوب اليمن في مجلس الأمن مروراً ببيان الحكومة الشرعية ورئاسة مجلس النواب وصولاً إلى بيان وزارة الدفاع وقيادة الأركان. مصفوفة أكدت أن الخطاب الرسمي اليمني بدأ في الآونة الأخيرة أكثر قوة وتماسكاً في وجه الإمارات ويتهمها بشكل واضح وصريح بالوقوف خلف انقلاب وتمرد الانتقالي، مطالباً أبو ظبي بوقف دعمها للحزام الانتقالي المتمرد. لكن من الواضح أن الإمارات اختارت موقفها وذهبت باتجاه الإساءة لليمنيين، حيث يقول وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش إن السعودية هي من تقرر استمرار دور الإمارات في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه. ردود ساخرة تقول إن دعم الإمارات لم يتجاوز تبني ميليشيا خارج إطار الدولة وإجهاض مشروع الدولة واستهداف مواقع وقيادات الجيش الوطني بطيرانه. عبث الإمارات أثار موجة سخط واسعة في صفوف اليمنيين وتزامناً مع تحذيرات دولية، منها موقف للسفير الأمريكي السابق لدى اليمن يقول إن دولة الإمارات تلعب بالنار في جنوب اليمن محذراً من خطر تقسيم البلاد. ما لم يقله الخطاب الإماراتي الرسمي المستاء من انتكاسة الانتقالي في شبوة دفع ببعض الأصوات إلى محاولة الإساءة للرئيس هادي وسيادة البلد، وهو ما عده اليمنيون إساءة مباشرة من دولة الإمارات لهم. ويرى اليمنيون أن هادي وإن لم يكن كريماً معهم لكنه يظل واحداً منهم ورئيساً لدولتهم، واليمنيون وحدهم من يحق لهم تحديد طبيعة التعامل معه وانتقاده. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور. إذن مجموعة من الأحداث حدثت هذه الأيام بدءا من انتكاسة الإمارات كما وصفت في شبوة واتجاه ناشطوها إلى مهاجمة الشرعية والرئيس هادي، ثم خطاب طارق صالح الذي جاء مؤخرا. ما هي دلالة كل ما حدث؟ طبعا انتكاسة، علينا الحذر عند الحديث أننا يعني صحيح أن ما حدث في شبوة أعاد لنا نوع من الروح الوطنية، أعاد لنا الثقة بأن هنالك أيضا من الرجال من صدقوا مع الجمهورية ويعني عاهدوا الله وعاهدوا الوطن وكانوا في المستوى. بالتالي كنا في حالة قلق في شبوة، ونظرا لأن الرئيس لديه تعيينات وهؤلاء الذين يلعبون دور الشريحتين
كان لهم أثر كبير في عدن وفي أبين، وعندما توجهت الميليشيات والمرتزقة إلى شبوة كان هنالك خوف من أن يكون تم الاختراق، ولكن أعتقد شبوة شكلت موقفاً قوياً عاد الهيبة للدولة وعاد الثقة للناس، ولكن ما زلنا حتى الآن لم نستثمر ما حدث في شبوة. بالتالي الإمارات لم تنتكس بعد، كيف يمكن لنا أن نستثمر ما حدث في شبوة؟ ليس من خلال العواطف ووسائل الاتصال والخطاب المستحي الموجه إلى الأمم المتحدة، ما زال خطابا مستحيا، لأن هناك انقلاب تم من قبل دولة وليس وبواسطة مرتزقة. نعم. اليوم هذه الدولة تعطي إشارة إلى مجموعة من المرتزقة أيضا في الساحل الغربي، أقول مرتزقة لأن اليوم حديث أعطت إشارة، وأعتقد رئيس الجمهورية أشعر ما زال يعاني من انقلاب في عدن وفي بقية المناطق، وإذا بهم يهددوه من الساحل الغربي. طارق اليوم يقدم حاله حفتر ولا يعترف بالشرعية، يتخاطب مع دولة أجنبية متجاوزة الدولة دون المرور، ليس من حقه أن يشكر التحالف، أو وبصفته ماذا يقدم الشكر للتحالف؟ بصفته من صنعه التحالف. أنا أعرف أعرف هذا، يعني أنه رئيس بوضوح هو يتحدث باسم القيادات المشتركة، يتحدث باسم الجمهورية، ولكنه هذا يعتبر مثله مثل الحزام والنخبة، فقط الاسم هو القيادة المشتركة. نحن أمام مرتزقة، هم صحيح اليوم يتحدث أن سيدافعون على الجمهورية، اللي يدافع على الجمهورية يبدأ يعترف بشرعية بشرعية الدولة. هذا اليوم يعتقد يعني يعطي خطابا إماراتيا صرف، يعني يتحدث بنفس الخطاب الإماراتي، يوجه نقد لرئيس الجمهورية ويتهمه بأنه هو من أدخل صحيح أن لعبد الرب منصور دور، لكن الذي أدخل الحوثيين هو عمه، هو الذي أدخلهم إلى عمران وساعدهم في دخول صنعاء، وهو الآن يحاول أن يلبس الثوب الجمهوري. واليوم إشارة خطيرة تأتينا من الساحل الغربي، بمعنى أن المناطق الشمالية وكلت لحفتر في هذا الساحل، هدفها استنزاف الحامل الجمهوري للمشروع. إذا نعود للمناطق الجنوبية. نعم. سنتحدث تحديدا دكتور، يعني كمية التناقضات التي حدثت في الخطاب، يعني سأذكر بعضها، لكن اسمح لنا بداية أن ينضم معنا الشيخ أحمد مساعد حسين رئيس الهيئة الشعبية بمحافظة شبوة عبر الهاتف من شبوة. مساء الخير شيخ أحمد. النور. إذن شيخ أحمد، كيف تتابع ما يجري مؤخرا من أحداث، بداية من الأحداث الأخيرة، الانقلاب الذي حدث في عدن وحتى الوصول إلى شبوة؟ والله أنا أثناء المعارك في عدن وأبين وقبل أن تصل شبوة عقدت مؤتمر صحفي في عتق، وقلنا أنه الأقوات من انتقالي لا نستولوا على مؤسسات الدولة، ولم يبقى أمامهم إلا أن يعلنوا حدود الدولة ورئيس الدولة والحكومة الجنوب الذي يهمون من الناس أنهم سيقيمونها. ولكن للأسف الشديد أن هذه أمنية فقط يسيبونها وهم للناس المساكين في أرجاء الجنوب الذين يعتقدون أنهم أن هؤلاء سيحصلون لهم انفصال. أبو الدرام أنه في أغلبية ساحقة ضد الانفصال، في ناس مع الأقاليم، في ناس مع بغال، في ناس مع الانفصال. على كل حال قلنا هذا فرصة أمامكم، أنتم لا تستطيعوا أن تقيموا دولة ثالثة في اليمن، في دولة حوثية في صنعاء، في دولة شرعية موجودة في عدن وفي الرياض، انتم لا تستطيعوا ان تقيموا دوله ثالثه في عدن، لا زالت اليمن دوله واحده وموافقه الامم المتحده، موافقه في الجامعه العربيه، في المنظمه الاسلاميه، في المنظمات الدوليه الاخرى. هذا الكور
نعم وتقدم لهم الخدمات، تقدم لهم الأمان، تقدم لهم العدالة، تقدم لهم الكهرباء، تقدم لهم الماء والصحة والتعليم والنظافة، استقرار المعيشة، استقرار الصرف، استقرار الأسعار، استقرار الرواتب. إذا وفرت هذا أترك المدفع والدبابة والرشاش جانبا وسيأتي كل أبناء الجنوب بل وكثير من أبناء المحافظات الشمالية إذا وجدوا العدالة وجدوا الأمان وجدوا الخدمات ما هم حاجة إلى حرب. الحرب 4 سنوات ونص وبدها قبلها سنوات طويلة واليمن يعيش في حروب فالأخوان فقط يبيعوا الوعد وأقول لكم من ذا الصراحة لا شرعية تملك القرار ولا اعتقالي يملك القرار اللي يملك القرار الحالف السعودي الإماراتي هم من يقولوا يطلبوا المدافع وهم من يقولوا وقفوا المدافع هم يقولوا يتحركوا وهم من يقولوا وقفوا هذا للأسف الشديد بعد أن عجزوا عجزا عجز ذريع في الاستيلاء على صنعاء كما وعدوا العالم وعدوا الشعب اليمني بأن لهم سيدعوا الحوثي وسيعودوا الشرعية إلى صنعاء عجزوا عجزا كاملا واتجهوا نحو الجنوب من أجل أن يجربوا مرة أخرى في حرب بين أبناء الجنوب في فتنة سندخل فيها أنا بالحقيقة فرصة الشرعية الفاسدة وضد الانتقال الواحد وضد التحالف الذي يمول الطرفين بالنخائر وبالسلاح وبالرواتب وبكل شيء ويأمرهم أن يتقاتلوا هذا لعبة أقليمية ودولية وأقول لكم أيضا أنه يشترك معهم من الأقليم دول أخرى ما عندي بالحقيقة تأكيد من أجل يقول أنه إيران مثلا أو تركيا أو قطر أو أي دولة ثانية لا أستطيع أن أقول ذلك لكن نعم إذن أكد أن السعودية والإمارات فعلا تدعموا الطرفين يعطونهم الأسلحة أظنهم الذخائر أظنهم المرتبات يقول لهم تقاتلوا أجدنا في الشمال قاتلوا في الجنوب نعم برأيك شيخ هل ستصمد شبوة وتكسر شوكة الانتقالي؟ يكفي الشعب اليمني حروب يكفي الشعب اليمني جوع وأمراض يكفي الشعب اليمني دماء تسيل في كل مكان يكفي الشعب اليمني تدمير لكل بناء تحتية هذه جريمة ما يتحمل مسؤوليتها إذن شيخ على الاتصال شكرا جزيلا على أتاحت الفرصة أن أقول هذه الكلمة عبر ساعتكم وعبر صوتكم الحر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة نعم. الله وبركاته إذن وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لك شيخ أحمد مساعد حسين رئيس الهيئة الشعبية محافظة شبوة كنت معنا عبر الهاتف من شبوة عودة إليك دكتور عبد الباقي يعني ربما ما طرحه الشيخ أحمد يوضح مدى يعني التزام الناس أو حب الناس لفعلا دولة مدنية واحدة لا يريدون عدة دول كما تحدث وأنت استمعت إلى حديثه هل تود التعليق على ما طبعا الناس والمجتمع اليمني يبحث عن الدولة حتى من قبل انقلاب سبتمبر ومن فترات حكم صالح لكن بعد الانقلاب ومنذ دخول دول التحالف كانت هناك عمليات قصدية لما يسمى مصادرة يعني الاقتدار السياسي لدى الجماعات إحباط المجتمع اليمني إطالة المعركة إضعاف الدولة كان هناك عمليات قصدية استدعاء الهوية الجنوبية
وخلق نوع من الاحتقان بين أبناء الوطن. حتى الآن عدن محتقنة، هناك صراع بين أبين شبوة والضالع يافع، وهذا يعود إلى 86، ومن أهم معوقات الاستقرار في اليمن هو ما يسمى بعدم المصالحة مع الذاكرة الوطنية، عبارة أن 86 ستكون موجودة، 94 موجودة، كل صراع القومية والتحرير، كل هذا التراث يعني لم تستطيع النخب السياسية أن تعالجه بالرغم وجود الآليات. لهذا أعتقد أن الجنوب في خطر، بمعنى أن الآن السلطة الشرعية هناك سيطرة، لقد تم مصادرة حقها الأصيل في ممارسة السيادة. الشيخ تحدث اللواء أن الذي بيده القرار هم دول التحالف، نحن نقول الآن الذي صاحب القرار هو الشعب اليمني الذي يبحث عن الدولة، الذي يموت عن جوع، الآن عليه أن يمارس ضغط. نحن نطالب الآن أولا وقبل كل شيء برفع الملف اليمني مهما كانت هذه الضغوطات من قبل المملكة العربية السعودية، نعلم أنها سيكون موقفها ضعيف نظرا لنحن ونطالب بإعادة العلاقة مع السعودية. يعني التحالف العربي انتهى، الحديث عن تحالف عربي وتقسيم اليمن لا يلتقيان. تحالف عربي يقسم وطن عربي لا علاقة له بالعربي، بالتالي خروج الإمارات مطلب شعبي وطني، وعلى السلطة أن تتخذ موقف. نحن الآن في خطر شديد. العنصر الآخر ملفات، حتى لو طالت ملفات متابعة الإمارات في محكمة العدل، وبضمن أيضا انتهاكات حقوق الإنسان والسجون والتدخل في السيفد عليها، وزير النقد صرح عليهم ألا يكون مجرد تهديد، نعد ملفات عليهم الآن، تعيين محامين دوليين للتحرك دوليا، على الحركة الوطنية اليمنية والنخب اليمنية والمحامين اليمنيين أن يتحركوا أيضا، لأن هذه السلطة ما زالت تحت ضغط السعودية، وما زالت حتى اللحظة انقلاب في صنعاء وانقلاب في عدن ومصادرة حقها الأصيل في ممارسة سيادتها، ويعني تعطيل ميناء عدن وسوق قطرة، وإيجاد قوات بديلة للجيش الوطني، وإيجاد حفتر في الساحل الغربي، وتقويض تجفيف منابع الموارد وإبقائها في الخارج، واستدعاء هويات سنة شيعة سلفية معتدلة مدخلية، وتنقية الجمهورية اليمنية من أبنائها، وتمزيق النسيج. ما الذي ينتظر لإخراج الإمارات وإعادة العلاقة مع السعودية؟ نحن في خطر شديد. الجماعة الآن الخطر وين؟ يعني الآن حتى عدن نفسها، يعني نحن نلتقي بالناس هناك، يعني لا يمكن للجمهور، لا يمكن. عبد الرب منصور هادي لم يلتقط مظاهرة صنعاء، لم يلتقطها، خرجت الناس ولم يلتقط، فوقع الانقلاب. الآن الناس خرجت، وإذا لم تجد إطار، يعني كيف يمكن للمقاومة اليمنية أن تجد إطاراً شرعياً؟ علي الرئيس أن يقول يا شعب يمني عليكم الدفاع عن السيادة وعن أرضكم وأرضكم، وأحموا بلدكم، وعلى الإمارات أن تخرج لأنها هكذا ونحن موجودون. هذا يؤي الناس حتتشجع، حتى القوات المسلحة. لماذا في عدن يعني لم يعني انسحبت؟ لا، رئيس الجمهورية هناك قصف وهو غائب، لكن إذا ظهر رئيس الجمهورية وتحدث بشكل قوي، اليوم رئيس الوزراء واضح أن هناك خلاف سعودي إماراتي إلى حد يعني، لكن نحن نختبر وما زلنا نختبر هذا الخلاف، نرجو ألا يكون مجرد مخدر. المسألة تتعلق عدم التوقف في شبوة، على شبوة أن يكتمل يعني استعادتها والتحرك إلى أبين وإلى عدن. لا يمكن أن نسلم أبناء عدن، هذه المدينة المسالمة الكونية التي عدن، ليس عدن لكل أبناء اليمن، على الشعب اليمني أن يستعيد العاصمة المؤقتة، وعلى السلطة الشرعية أن تتخذ الإجراءات. ما زالت في خطر، ما زال هناك أحزمة ونخب وهناك مرتزقة، وبالتالي عليها أن ترفع الأسماء. الآن عليها أن ترفع، من المفترض الآن أن القوات المشتركة في الساحل الغربي أن يصدر بها قبل أن يقع الرأس بالفاس، يصدر بها قرار أنها غير شرعية وغير خاضعة للقاعدة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي ينبغي مواجهتها، لأن هذا حفتر سيدخل تحت شعار الجمهورية وسيحاول أن يتجه إلى صنعاء تحت خطاب الوحدة، ولكنه أداء إماراتية مثله مثل عيدروس.
وبالتالي اليمن في خطر، علينا أن نستثمر شبوة. الحديث أن أنا لست أحبط الناس، لكن علينا ألا نبالغ. يعني صحيح ما حدث أعادنا الاعتبار، لكن نعم يعني هناك ربما حديث لعلي الأحمدي وهو ابن شبوة ويقول ليست شبوة من ستحمل انتصار اليمن، على الجميع أن يقف على الآن. الآن الشعب اليمني في تعز، في حضرموت، في أكثر منطقة. صحيح أن هناك من ينادي بالانفصال، لكن إذا وجدت الدولة الجميع سيلتفت، الجميع بحاجة. نحتاج رئيس الجمهور، لأن الآن نحن الآن نوجه له النقد، نوجه، لكن لا نسمح لأحد أن يمس. نعم، عند هذه النقطة اليوم أنور قرقاش يقول إن اليمن غير قادرة على إنهاء دور بلاده في اليمن. قال السعودية هي التي أتت بنا إلى اليمن وهي التي تستطيع إيقاف ذلك. هل تجد هذا الكلام استخفاف بالشرعية أم أنه جزء منه على صواب أن فعلا التحالف هو الذي اليمن لم تطلب تدخل الإمارات والسعودية هي من شكلت هذا التحالف؟ هذه رسالة لها شقين. الشق الأول هو لخلق ود مع السعودية، بمعنى أنه إحنا نحن ننتمي أنتم استدعيتونا لدعمكم. والخطاب الآخر نوع من أننا لا يهمنا المطالب اليمنية، أو لكن هذا دليل واضح أننا لم نستدعيهم، دليل واضح أنهم تدخلوا في سيادتنا، دليل واضح أنهم أنهم دولة احتلال، دليل واضح. هذا الآن يعتبر وثيقة وممسك على هذه الدولة. لكن يعني رئيس الجمهورية الآن لأنه حتى نخاطب المجتمع الدولي، لا يمكن لنا نحن نخاطب المجتمع الدولي، نحن نشكل ضغط على رئيس الجمهورية بأن يحيل، يطلب من الإمارات الخروج. ليس السعودية ليست أرضها. السعودية عندما يأتي هو إلى الحجاز ومكة والرياض يطلب إذن من السعودية تسمح، لكن في أرضنا نحن من نقرر. هو الآن جاء وانكشف ووضح موقفه، نحن من نقرر إذا كان استدعيناه أو لا. هو لما يطلب من السعودية يذهب للحجاز، يذهب لمكة، يذهب للمدينة ويطلب، لكن في أرضنا نحن من يقرر. بالتالي هذه الدولة النتوء الليبرالي، هذه التي تعالت فوق، لأنه ما هو التعالي؟ لديهم أزمة في النفط، عشان نفهم شعبنا في الجنوب، هم يتوقعوا أن النفط سينتهي عندهم بعد 50 عام، وأن ميناء عدن سيجفف مداخيل ميناء دبي، وبالتالي السيطرة على سوق قطرة ليس السيطرة العسكرية، العسكرية الأمريكان سيسلموها تحت الحماية الإرهاب. هم يريدون الاستثمار ومبارات ومشاريع استثمارية وتدمير ميناء عدن حتى يكون معهم مداخيل. لذلك يعني هم مستميتين على المناطق الجنوبية لأسباب اقتصادية. نحن نقول لأبناء الجنوب لن تسأل، ميناء عدن سيكون لأشخاص غيركم وستكون غرباء في أرضكم. هذه الدولة النتوء، أقولها النتوء يعني احتراما للمستمع، النتوء هذه الذي كشفت عن جانبها الإخلاقي من خلال الشخصيات التي تكتب وتتطاول على رئيس الجمهورية. نحن عندما نخاطب، ما هو هدف هذه الحملات باعتقادك؟ يعني أن تكون هناك حملة موجهة من ناشطين وسياسيين إماراتيين للإساءة للرئيس هادي؟ هو طبعا يعني معلش دعيني يكون قاسي شوي. طبعا عنصرين اثنين. العنصر الأول يعني هم يحاولوا يعني بعد أن أضعفوا السلطة وكان ضعيف وأبقوه خارج البلد، يحاولوا يعني ما يسمى بعلم الاجتماع يعني استهداف البعد الرمزي والسيادي للرجل، يعني هذا الاستهداف واللغة البذيئة تتعامل معه كأنه شخص ليس له معنى. هذا الهدف. لكن الرئيس الجمهورية يقول في مثل جزائري الذي يجعل نفسه قمامة تخرب شوية دقاق، أنت يعني طائرتك كانت في دبي في مطار في الإمارات وهددوك، وكنت شجاعا وقلت لهم سأذهب إلى عدن واضربوا اقصفوا الطائرة، ثم قعدت ساعة في المطار حتى تم مراجعتك من قبل رئيس المخابرات السعودي ومدير مكتبك، ثم عدت لجدة. لو كنت يعني صارما وعدت إلى عدن وقصفوا وعملت بيان في أبو ظبي أنني سأذهب إلى عدن وهددت بالقصف، كنا كشفت هذا الموضوع. بالتالي عندما الوزراء يمنع الجبواني من دخول شبوة ويمنع الوزير، وعندما جعلوا وزراءنا بدون كهرباء يقرؤون الأوراق في القداحات، عندما يعني تضع سجون سرية وأنت صامت، طبيعي جدا يتطاول عليك هذا الرجل حديث النعمة. هؤلاء الذين ليس لديهم دولة، لديهم مجموعة من الإسمنت
لا حضارة لديهم، يبحثون عن حضارة، يعني يتطاولون على شعب يمتد في هذا العمق التاريخي دولة عظيمة. صحيح نحن في حالة ضعف، بس صدقيني هذا الضعف هو قوتنا، سنعود بقوة. لكن هذا الاستهداف، يعني أنت الآن تستهدفني في وحدتي. نعم، هذا الاستهداف دكتور وضرب الشرعية ومركزها القانوني بهذا الشكل، ألا يضرب يعني شرعية ووجود الإمارات في اليمن وستقع في حرج قانوني مستقبلا طال الزمن أم قصر؟ هو طبعا ليس في حرج. أنا أقول لك الآن أكاد يعني ماذا، هل نخاطب نحن رئيس وسلطة ميتة؟ يعني ما الذي ينتظرون؟ انقلاب برمته، يعني تمزيق، يعني أنت تمزق الجغرافيا، توجد لي حفتر في الساحل، تمزق النسيج الاجتماعي، تستهدف الوطنيين، تخرج يعني صفيت أئمة الجوامع، أضعفت الأحزاب السياسية. يعني كنا نتحدث عن مظلمة جنوبية، مظلمة أن شمال الجنوب نتحدث، جبت بهذه النخب اللي هم يعني ينتموا لا ينتموا لأسر عريقة، الأسر العريقة في شبوة، الأسر العريقة في أبناء عدن المدينة اللي هم يعني نبلاء اللي تقبلوا الآخر. هؤلاء هم اختاروا أسوأ من في جغرافيتنا ووضعوهم نخب وأحزمة وأختاروا منهم قادة لأنهم لديهم عاهات، حتى هذه النخبة لا تقنعك بمظلمة. بالتالي ويراهنون أيضا كالبريطانيا، يراهنون، لاحظي هذا التعالي وهم يتعاملوا. البريطانيا كانت تجند من أبناء المنطقة كالليوي وغيره، وهؤلاء سيجندوا اليمنيين بفلوسهم وسيسيطروا علينا بواسطة الشعب اليمني. هؤلاء يتعالوا علينا ويعطونا بعض الحليب بالعلب الأطفال، ثم يريدون أن يأخذوا سوق قطرة. هؤلاء يعني يحاولون أن ينالوا من 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 كرامة الشعب اليمني. بالتالي يعتقد هذه السلطة إذا كان لديها يعني مسؤولية وسنحاكمها. أنا أقول هذه، أنا لست يعني مخوف بالكلمة، لكن التاريخ سيحاكمها. على النخب السياسية أن تحاكم هذه السلطة. إذا قبلت بقاء الإمارات على أرضنا بعد إهانة الرئيس، بعد تمزيق وحدتنا، بعد تمزيق النسيج الاجتماعي، بعد كل هذه الأفعال، نحن حذرنا من هذا. كنا نقول عندما أعلنت الإمارات، قبل الإعلان للإمارات، عندما توقفت القوات في خط 90 تحدثنا، وكان هناك معي محللين عسكريين كانوا لا يفهموا لماذا توقفت القوات في 90. كنا نقول لعبد الرب منصور هادي ليش توقفت تحالف 90. كنا نتساءل هذا البرنامج ليش تعز محاصرة سيأتيها حفتر، تعز محاصرة عشان تصفي، يعني لم تضرب الجنوب فقط، هي كانت تعتقد أنها ستمر في شبوة. الآن لاحظي في هناك النخبة الشبوانية، النخبة الحضرمية، يعني هي قد عدت العدة أنها الأحزمة ستتحرك إلى النخبة، هنا تساعد، هناك النخبة تساعد، ستسيطر وقد اشترت الجماعة، ولكن هذا الشمال سينتفض. إذن هذا الشمال سنصفيه ونضعفه في مدينة تعز، في الحامل الجمهوري. يعني الإمارات لم تستهدف فقط الجنوب، أيضا تضربك في عمقك. الإمارات طرحت باتريوت في المأرب وثم انسحبت لأنها كانت تريد، وكانت تقول المشايخ لو انسحبنا سيتم قصفكم. السعودية ساهمت ببقاء جيشنا في التخوم، وأخذ جيشنا يحمي حدها الجنوبي ولم تسلح جيشنا. الآن السعودية تحت نحن نحملها المسؤولية. دحين نقول نحن نتكلم عن الإمارات، لكن السعودية ليست بريئة، ونحن الآن نختبرها ونطالب أيضا بإلغاء التحالف العربي، ولكن من باب براغماتي، بمعنى أننا لا نكون مبالغين في المطالب. على رئيس الجمهورية أن يعيد هذه العلاقة. رئيس البرلمان يستأذن بعقد جلسة من الإمارات. هذا الإماراتي الذي أبلغني يوم أمس بعض الشخصيات قالوا مطار حضرموت مغلق وسجون، ولكن يفتح إذا ما أصيب أحد الكلاب الإماراتية البوليسية بأي داء، يفتح هذا المطار ويرسل الكلب إلى الإمارات للعلاج. يعني هل شعبنا يموت وشعبنا ميناء عدن ثاني ميناء في العالم يحاصر؟ طيب رئيس الجمهورية كيف فكر الآن بطارق اليوم؟ طارق، سنتناول هذه النقاط، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا صلاح باتيس عضو مجلس الشورى عبر الهاتف من اسطنبول. مساء الخير أستاذ صلاح. حياكم الله أختي، مساء الخير. أهلا بك. إذن أستاذ صلاح، كيف تتابع ما يجري من حملة إماراتية ممنهجة ضد الرئيس هادي وضد الشرعية أيضا اليمنية، وبشكل فج ويعني من قبل سياسيين وإعلاميين ونشطاء إماراتيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك لإخواننا وأهلنا في إقليم حضرموت وبوابته شبوة، ولكل أبناء اليمن جميعا هذا الانتصار الذي حققه أبناء القوات المسلحة والأمن بالتفاف شعبي كامل معهم على التمرد الذي قاده المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات للأسف الشديد. وهذه العملية كانت بالنسبة لنا تمثل استغراب كبير جدا، كيف للإمارات وهي عضو في التحالف العربي مع المملكة العربية السعودية أن ترتكب هذه الجريمة في دعم ميليشيا متمردة على الدولة تتبع المجلس الانتقالي، مع أننا ندعو دائما إلى الاصطفاف الشعبي. ليس معنى ذلك أننا نكون حزبا واحدا أو نؤيد حزب بعينه أو شيء، لكن أمامنا مشروع يستهدف اليمن والمنطقة بشكل عام يقوده عبد الملك الحوثي بدعم من إيران، أحدث تمرد وانقلاب على الشرعية في شمال الشمال وحتى سيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وكثير من المحافظات. لا ينبغي أن نطعن من الظهر، وهذا الذي حدث للأسف الشديد ليس إساءة فقط لليمن بل حتى إساءة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين دعوا للتحالف العربي ويقودونه حتى اليوم. يعني نحن لا نريد أن نحمل المملكة العربية السعودية أكثر مما تحتمل. جزاهم الله خيرا على مواقفهم وعلى دعمهم ومساندتهم واحتضانهم للشرعية حتى اليوم، بل حتى الطائرة التي أقلت اليوم رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء إلى عتق هي رسالة واضحة، وهي طائرة سعودية، رسالة واضحة للعالم أن السعودية على موقفها الثابت الراسخ مع الشرعية اليمنية ومع الشعب اليمني ومع مكتسبات الشعب اليمني ومع ثوابت الشعب اليمني من الجمهورية إلى الوحدة إلى الاستقرار. لماذا سمحت إذن بسقوط عدن وأبين وما حدث من انقلاب، وهي إذا أرادت فهي كانت يعني قادرة على إيقاف الانتقالي كما حدث في محاولة الانقلاب الأولى في 2018؟ نحن نقول القضية ليست قضية إذا أرادت أو لماذا سمحت، يعني سقطت صنعاء والعالم كله يتفرج، ونحن كذلك سواء في الأحزاب السياسية أو في رئاسة الجمهورية أو في الحكومة أو غيرها كلنا شركاء في التقصير الذي حدث. والذي يحدث اليوم في عدن نفس العملية، يعني لا نحمل فقط دولة واحدة أو نحمل التحالف أو نحمل الشرعية مسؤولية ما جرى، العالم كله يتحمل المسؤولية. يعني الذين السفراء العالم الذين يزورون هؤلاء ويعلمون جيدا أن هناك ميليشيا تمتلك سلاح ولا تعترف بالشرعية متواجدة على الأرض وتحظى بالدعم. القضية قضية يعني انحراف واضح من 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 خلال الإخوة في الإمارات العربية المتحدة عن أهداف التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. أما المملكة العربية السعودية فموقفها واضح وموقفها قوي، ونحن لا ندعو إلى تصادم بين الدولتين أو حرب في اليمن بين الدولتين. يكفينا ما باليمن وما بالمنطقة من حرب يقودها الحوثيون بدعم من إيران. لذلك نحن دائما نقول للأشقاء في المملكة، وأنا كنت قبل قليل على إحدى القنوات وكان الضيف أحد الخبراء الاستراتيجيين السعوديين من الرياض، وأتحدث قبل أن أدخل معكم في هذه المداخلة، كنت أقول له أنا أشد على أيديكم وعلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والحكومة السعودية أن تتحلوا بالتعقل وأن تدعوا الأشقاء في الإمارات إلى العودة إلى الصواب، وأن تدعو المجلس الانتقالي إلى أن يعود إلى 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 الصواب وأن يخضع لصوت العقل وإلى الحوار. والدعوة للحوار ليست جديدة، الدعوة للحوار نادى بها الأشقاء في التحالف العربي وفي مجلس التعاون الخليجي في المبادرة الخليجية منذ عهد بعيد، يعني حتى التقينا في مؤتمر الحوار الوطني مع الحوثيين، يعني والدعوة بعد ذلك إلى مؤتمر الرياض. يعني أن يبقى دور المملكة دور محوري في جمع الكلمة وفي الحفاظ على لحمة الصف وعلى يعني الأخوة وعلى الدم وحقن الدماء هذا مطلوب، لكن أيضا لا يمكن أن تفرط في الثوابت. نحن نثق أن المملكة لا يمكن أن تتخلى عن الشرعية اليمنية، لا يمكن أن تتخلى عن الشعب اليمني، لا يمكن أن تتخلى عن الثوابت الوطنية. نعم، ولكنها في نفس الوقت لا يمكن أن تتخلى عن الإمارات أستاذ صلاح، يعني ربما بدليل أن الرئيس هادي لم يستطع حتى الآن، اسمح لي فقط لأكمل السؤال، الرئيس هادي لم يتخذ أي موقف حتى الآن
ضد الإمارات رغم مطالب الحكومة، رغم يعني البرلمان أيضا سابقا الذي طلب أن تعاد العلاقة مع التحالف، رغم كثير من الضغوطات تجاه الرئيس هادي ليطلب من الإمارات الخروج من اليمن والتوقف عن ما تقوم به، ولكنه لم يقدم على أي خطوة حتى الآن، وهناك يعني من يرى بأن السعودية لها يد في ذلك. ليس لها يد السعودية واليمن بشكل عام، يعني نحن كشرعية رئيس ونائب وحكومة وقوى سياسية مؤيدة للشرعية متواجدون في الرياض وغرفة عمليات مشتركة مع أشقاء في المملكة العربية السعودية، يتم التشاور ثم اتخاذ القرار. يعني القضية ليست يعني اندفاع أو تهور في اتخاذ قرار معين قد تكون عواقبه أشد مما هي عليه اليوم. يعني نحن نرجو أن يبقى الخط واصل مع الإخوة في المملكة في الإمارات العربية المتحدة حتى يتعقلوا وتقل الكلفة من هذا التمرد الذي يحدث شرق في النسيج الوطني، ويحدث كذلك تمزيق في الوحدة الوطنية، ويحدث ارتباك للجبهة الوطنية في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن. القضية قضية تعقل أكثر من أنها ضغوطات أو أن هناك جبن أو أن هناك خيانة. لا، أنا أرجو أن نبتعد عن هذه الألفاظ، ونعلم جيدا أن الشرعية اليمنية في الرياض والإخوة في المملكة العربية السعودية يدرسون القضية بشكل كبير جدا. دعني أستمع لرأي الدكتور عبد الباقي حول ما طرحته أستاذ صلاح. تفضل دكتور عبد الباقي. طبعا هو له الحق أن يضع خطابا سياسيا، ولكني أقول له يعني السعودية شريك كامل مع الإمارات فيما حدث لليمن. 4 سنوات لم تستعيد السلطة، 4 سنوات والرئيس لديها، 4 سنوات وجيشنا دون أسلحة، 4 سنوات وهي تفسد القيادات، 4 سنوات وهي تشاهد الأحزمة والنخب. الذي يعني لا يمكن لنا أن نبرر السعودية من مما حدث، ولماذا تركت الحرس الرئاسي في عدن دون دعم، لماذا أبقت الرئيس الجمهورية لديها في الفنادق والقصور ولم تعده إلى الداخل. هذه أسئلة كثيرة. ثانيا أنا أقول للجميع، إذا كنتم ما زلتم تتحدثون أن نعول على السعودية وأننا نطالب السعودية، لن نستعيد. الشعب الذي يريد أن يستعيد دولته، ولا الشعب الذي يدافع عن كرامته، عليه أن يبادر هو. السعودية صحيح أنها وجدت معنا، ولأن التعامل معها ينبغي أن يكون التعامل معها بعد عدن تعامل مختلف تماما. ما هي الآن تتحدث تتحرك بحرية لأنها رئيس الجمهورية، والنخب أصبحت تابعة ماديا، أصبحت اليمن عبارة عن قطع جغرافية. لذلك شعبنا اليمني عليه أن يبادر لاستعادة دولته. نحن لا نطلب أشقاءنا في سكندوم، كان المسؤولين اليمنيين أشقاءنا في الإمارات، الدم اليمني اللي اختلط بلي. لم يختلط الدم الإماراتي مع دمنا، جاء لمصالحه الاستراتيجية. لا يشرفنا أن يختلط هذا الدم الذي قسم أرضنا وقسم سيادتنا واستهدف شعبنا يموت جوع، وبالتالي جاءوا وضحوا بجنودهم من أجل مصالحهم الاقتصادية وليس من أجل العروبة. لا يمكن للتحالف عربي أن يقسم دولة عربية في هذا التوقيت ونقول له تحالف عربي. السعودية الآن تحت الاختبار، إذا توقفت دون أن يعود رئيسها، صحيح أنه سمحت لرئيس الحكومة إلى شبوة وقدمت الدعم في الطائرة، علينا أن نستعيد عدن وأن تطلق سر، يعني تعطي الأسلحة والذخيرة لجيشنا في تخوم صنعاء. إذا تحركت نعم، إذا اسمح لي دكتور، فهذا بدليل أن السعودية نعم تغيرت. دكتور أستاذ صلاح، يعني مسألة يعني دعم السعودية للشبوة ربما كانت مختلفة تماما عما حدث في عدن، هل سنكتفي بهذا القدر؟ ألا يجب على السعودية أيضا أن تواصل دعمها لاستعادة عدن وأبين من سلطة الانقلاب؟ جيد عندما نوصف المشهد بهذه العقلانية. يعني أنا الذي أرجوه في الوقت الذي لا نقر بالأخطاء والتقصير، سواء لدى الأشقاء في التحالف العربي أو لدى الشرعية، يعني نحن أيضا نلقي باللوم ونلقي بالمسؤولية على الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومته الشرعية والقوى السياسية، أن طول غيابهم عن
الواقع اليمني والداخل اليمني، لا شك أنه أيضا أحدث هذه الالتواءات وأحدث هذه الاختلالات التي استطاع فيها المجلس الانتقالي أن ينشئ له هذه البؤر وهذه الوحدات وهذه الجيوب التي لقي الدعم لتسليحها من الإمارات. وإلا لو كان رئيس الجمهورية في الداخل والحكومة في الداخل وقيادة الأحزاب السياسية في الداخل والبرلمان في الداخل و قادة الدولة في الداخل، لا شك أنهم سيكون لهم دور كبير في الاقتراب من الواقع والقرب من المواطن وقيادة المرحلة من الداخل، هذا أولا. ثانيا، نحن أيضا لا نقر بالأخطاء التي قصر فيها الأشقاء في التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في ترك الحبل على الغارب للإخوة في الإمارات، يفعلوا ما يريدوا، يدعموا من يريدوا، يعترفوا بالشرعية أو لا يعترفوا، يستضيفوا الذين يضربون بأقلامهم ويسلخون في الجسد اليمني وفي الشرعية اليمنية ويمولونهم بالمال، ونحن نعلم ذلك وهم مقيمون في أبوظبي. لا شك أن هذا أيضا خلل، لكن أيضا لا نقول لماذا لا تستعيد صنعاء ولماذا لا تستعيد عدن ولماذا لا تفعل ولماذا لا تفعل. ننسى أحيانا أننا نحن اليمنيين معنيون باستعادة وطننا وشرعيتنا وعاصمتنا، الأشقاء يدعموننا فقط، يدعموننا ويقدمون لنا الدعم مشكورين، ولا زالوا حتى الآن خاصة في السعودية. لكن أيضا ينبغي لنا كيمنيين أن ندرس الحالة دراسة حقيقية منطقية ميدانية ونحللها ثم نتواجد على الأرض. يعني اليوم شبوة كيف انتصرت؟ لماذا انتصرت شبوة؟ لأن رجالها على الأرض، محافظها في على الأرض، قائد المحور على الأرض، قائد الأمن على الأرض، القبائل موجودة على الأرض، انتصرت شبوة. لكن عدن أصلا فارغة منذ أن تدخلت الإمارات وسيطر المجلس الانتقالي حينها، خرج نائف البكري وخرجت المقاومة وخرج الإصلاح وخرج المؤتمر، خرجت القوى السياسية كلها، عدن أصلا بأيديهم منذ 2015، هم فقط استكملوا التمرد وانفضحوا انكشفوا. نعم، ربما يعني كما علق الدكتور عبد الباقي هم لم يخرجوا وإنما أخرجوا للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح باتي، يسعد مجلس الشورى، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. إذن دكتور عبد الباقي، يعني مندوب اليمن في مجلس الأمن حمل قبل أيام الإمارات مسؤولية انقلاب عدن، برأيك ما هي عواقب ذلك على المستوى الدولي؟ ربما هناك من يجد أن الإمارات ربما تقوم بما تقوم به بضوء أخضر من هذا المستوى. هناك تنسيق بريطاني أمريكي مع الإمارات باعتبارها أنها موكلة إقليميا بمكافحة الإرهاب، وأن هذه الميليشيات والمرتزقة لإملاء الفراغات الأمنية، ولكن المخطط الحقيقي هذا، لكن هذا يمكن أن تشوفه في العالم يكشف. لو سمحتي ماشي، لا أرد، لو خرجت عن النص رجعيني للمندوب، لو خرجت عن النص لأنه بالنسبة لي مهم بس حتى أربط. بينما الأمريكان لهم أطماع في سقطرة في إطار طريق الحرير، السعوديين في المهرة، فالإمارات الآن قريبا في هذا الوضع الهش سوف تقوم عمليات إرهابية كثيرة، تفجير مسؤولية حتى يتم تدخل الأمريكان وإيجاد قوات أمريكية بريطانية في المنطقة. هذا هدف استراتيجي. بمقابل الإمارات تريد ميناء عدن استثماريا، تريد سقطرة استثمار كما قلت، بالتالي هناك اتفاق. لكن هذا لا يعني أن إرادة الشعوب، يعني أنا عندي درست في الجامعة كان يقول لنا الأستاذ، قال في حاجات أنتم نحسبهاش رياضيات، ما فيش حاجة اسمها رياضيات، يعني كنا نتحدث كل شيء رياضيات رياضيات. قال إذا حسبت جبهة التحرير الجزائرية إيش عند فرنسا من قوات وإيش عندها من تفوق، ما بيحرروش الجزائر. بالتالي هناك العامل المعنوي والوطني أقوى من الأسلحة. وفي الحرب العالمية أيضا يقول إنه مثلا قد يكون عسكر، الناس متأهبين للصراع، قد يكون في عسكري نام ضغط على الزناد انفجرت حرب وهي خارج المنطق بينما كل الأطراف. بالتالي الشعب اليمني إذا وجدت سلطة بس تؤطر بس يعني تقول اجتمعوا، الإمارات ستنكشف والأمريكان سيتوارون، لأن الأمريكان يريدون سقطرة والبريطان تريدهم، لكن الإمارات انكشفت. لكن أعود للمندوب، المندوب حتى الآن المجتمع الدولي لن يتخذ أي إجراء لأنه لم يرفع الملف شكوى واضحة أن الإمارات هي التي نفذت الانقلاب وهي أحد معيقي استعافة السلطة واليمن تحت البندس بشكل واضح. أنا وزير النقل هو وعد وأتمنى ألا يكون مجرد مقابلة، قال أن هناك ملفات سترفع، أرجو أن يرد حتى في تويتر ويبلغ إذا كان هناك بالفعل تحرك. وأين نخبتنا أيضا؟ نحن الآن سلمنا أمرنا، أشقاءنا في السعودية، أشقاءنا
يا أخوان صحيح أننا أفقدون القدرة، أفقدون القدرة على المبادرة، صحيح أنه شردونا في القاهرة واسطنبول وجعلوا نخبتنا كلها تعتمد عليهم، جعلونا عالة ونحن ساعدنا في هذا، رئيس الجمهورية ساعد، الآن لو أريد اتخذ قرار يحتاج لذخير، لا يستطيع أن يشتري سلاح، حتى جيشنا عينوا، هم عينوا القادة، عينوا قابة المحاور، هم عينوا هذا بن بريك، هم اللي عينوا قابة المعسكرات، الآن هم يسلمون المرتبات بشكل مباشر، يتهموا جيشنا بالفساد، هم الذي يساعدوا في إيجاد أسماء وهمية، بالتالي هم كان لهم مصلحة السعودية والإمارات في هذا الوضع. لذلك علينا الآن على الشعب اليمني وعلى النخبة اليمنية وعلى الأحزاب السياسية اليمنية كفاية من الاتكالية، لأن السعودية أوكي نعيد العلاقة معها، لكن كيف يمكن نحن نبادر؟ لا يمكن للشعب يستعيد أرض وهو يقول نطلب من أشقاء في السعودية دعمنا، علينا نضع خطة. رئيس الجمهورية الآن هذا يعني نحن لا نسمح بأحد يمس رئيس الجمهورية، لا نسمح لهؤلاء الرعاة وأن يمسوا في الأخير رئيس الجمهورية رمز سيادتنا، لا نسمح لأي شخص من هذه الدولة أن يمس رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية بالنسبة لنا خط أحمر ولا نقبل ويعتبر إهانة لكل يمني، نحن ننتقد رئيس الجمهورية باعتباره يستولي منصبا عاما ونطلب منه وانتخبناه وهو مسؤول أمامنا، لكن ليس لهم الحق. اثنين، علينا على الشعب اليمني، على الشعب اليمني أن يبادر، وعلى النخب والأحزاب والمجتمع أن نتحرك، وعلينا أن نعيد العلاقة مع السعودية، ولكن البرلمان ومجلس الشورى علينا ألا نبالغ في الأشقاء، علينا أن نضع خطط ونضعهم أمام الأمر الواقع، والسعودية تحت الاختبار، إذا توقفت عن شبوة فالسعودية لم تتغير. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.